يا اخونا نحن عم برد حالنا لان دي النار عم حط هيك منديل بحيث الحراره تشوف جدا يا اخونا عم حط هيك جسمنا عم لب نار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد احمد اوسم من حيان متضرر الزلزال دي سكننا مخيم امل 3. وضعنا الحمد لله رب العالمين قاعدين دين شوب برا نحن وشوب لكن شوب ميكن والحمد لله رب العالمين. الغبره دي بحتنا عم نقعد تحت الزيتون نحوينا في ايام هون لفي ايام نقعد ايش نسوي. الغبره دي بحتنا شوب ميكن شكل امر الله سبحانه وتعالى الله يفرج على العباد. وضع الافراد كلها عم بمرضوا كلها عم بروح على المستشفى لانه الشوب حر الشوب كثير وعالم عم تتخبى عند صدقاتها عالم بتروح على سجاره الزيتون الى اخره لدبر وضعها لانه في مرض كثير من حر الشوب كثير يا اخي. بدك مراوح ما في مي بارده ما في عم تجيب مي كنتنا كنار مي الله يجزيهم خير بنشرب شوي بتسخن شوي بنطفينا بالتراب والماء برودي بشوي بوضه ما معه بطلع مشكله امره لله. السلام عليكم. معك ام ماهر من ريف حماه نازحين لمخيم امل 3. نحن هون يعني معاناه شديده بهالشوب يا ابني والاطفال كلها عم تمرض. الاطفال الشوب عم يصيبها حمى. الاطفال سخنت بالليل معانا شغله ما بتنوصف عم يصيبها حراره شغله عجيبه. يا ابني نحن بنطلب من الله ومن اهل الخير ومن امثالكم يعني يسعونا انه ببطاريات بمراويح براد نشرب دمعه مي نظيفه. عم نشتري الثلج الله وكيلك بارض السطل حتى يعني براد صغير هيك من هذا الترموس ما عندنا عم نحط بسطولي عم نبرد الخيم يا ابني عم نلف حالنا احيانا قاعده شالتي هي انا ببلها مي وبلبسها. الله وكيلك يا ابني لا يعني طلع على الخيم هي بتوحي لك انه الشيء شغلي ما بتنوصف. انا هلا قتنتي واولادها ما لهم هوني بعدتهم يتقهوا شويه هوايات من الشوب لانه عندي الصغيره فعلا بنت ابني سخنت حرارتها ارتفعت بالليل اسعفناها. والله بنطلب من الله ومن اهل الخير بس يسعونا يعني بهالبيوت يعجلونا بالسكن ترى امورنا بتنحل كلياتها.